الخير. النهارده هنعمل مسقعه جرجيه او يونانيه. المقادير: كيلو من البتنجان، البتنجان قطعته ترانشات طويله كده زي ما احنا شايفين، وهي متوسطه الحجم مش رفيعه قوي. حطيته على ورق من المطبخ ورشيت عليه معلقه من الملح الخشن وسيبته تقريبا ساعه لغايه لما ينزل كل ميته، وبعد كده في صينيه على ورق زبده ودهنته بزيت الزيتون من الناحيتين، رشيت عليه شويه ملح وفلفل وتوم باودر وسيبته تقريبا 20 دقيقه لغايه لما طري خالص زي ما احنا شايفين، بيطلع جميل. انا مش محتاجه ان انا احمر. ده بالنسبه للبتنجان. نص كيلو لحمه مفرومه ونص كيلو من البطاطس. البطاطس بسلقها حوالي 5 دقائق بالظبط على البوتاجاز بالقشر بتاعها علشان ما تشربش ميه. بقيه المقادير: طماطميتين كبار متقطعين رفيع، بصلايه كبيره متقطعه رفيع، معلقتين معجون طماطم، ربع معلقه ريحان ناشف، تمن معلقه شطه ده حسب الرغبه، وربع معلقه توم باودر، ومعلقه من الملح، وربع معلقه من الفلفل الاسود. هنشوف هنعمل الطريقه زي ما على البوتاجاز. هحط صينيه متوسطه وهحط فيها معلقتين من زيت الذره. اول ما يسخن الزيت هحط البصله المتقطعه، هحط عليها رشه ملح واسيبها لغايه لما لونها يبقى شفاف. اول ما البصله بقت لونها شفاف كده هضيف اللحمه المفرومه وهبتدي اقلبها لغايه لما اللحمه تغير لونها ما يبقاش فيها لون احمر خالص. هضيف دلوقتي الطماطم المتقطعه ومعجون الطماطم، هضيف دلوقتي الملح، فلفل اسود، التوم باودر كله، الريحان كله، وشويه الشطه طبعا ده حسب الرغبه. هضيف معلقتين من الميه، هوطي عليها اخليها على الميديوم، بتقعد تقريبا ما بين 20 ل 25 دقيقه لغايه لما تتسبك. في الوقت اللي هي بتتسبك فيه هنعمل صوص البشاميل. لمقادير صوص البشاميل: معلقتين كبار دقيق لجميع الاغراض، كوبايه كبيره مازوريلا تشيز مبشوره، كوبايه ونص من اللبن، وبيضتين، بقيه الملح والفلفل، ومعلقتين كبار من زيت الذره. هنشوف دلوقتي هنعمل الصوص ازاي مع بعض. هضيف معلقتين كبار من زيت الذره، اول ما يسخن الزيت هضيف معلقتين الدقيق لغاية لما الدقيق يصفر اللون. اول ما الدقيق يبتدي يصفر كده هوطي عليه واضيف اللبن، وطبعا بعد ما اضيف اللبن مع التقليب السريع لغاية لما تبتدي تتخن شوية. الصوص زي ما احنا شايفين ابتدى يتخن شوية، هضيف ملح، فلفل اسود، واقلب. اول ما البشاميل يبتدي يغلي هطفي عليه واشيله مع البوتاجاز. مع التقليب هخلي البشاميل تقريبا 5 دقايق لغايه لما يهدى كده. خلاص البشاميل هدي شويه، لسه ما بردش بس هدي شويه. هضيف عليه الجبنه عشان تسيح الجبنه مع البشاميل واقلب بسرعه. هضيف البيضتين مع التقليب السريع علشان البيض ما يستويش كده. خلاص الجبنه ساحت مع البشاميل والبيض اندمج معاهم. دلوقتي هنبتدي نرصص الصينيه. البشاميل اتعمل واللحمه المفرومه اتسبكت، هنبتدي نرصصها. الاول هنحط ترانشات البتنجان، بعد كده ترانشات البطاطس، هنضيف اللحمه المفرومه وهنوزع اللحمه المفرومه على كل الصينيه، وهنبتدي دلوقتي نرصص البتنجان تاني. هنضيف دلوقتي صوص البشاميل كده. خلاص صينيه المسقعه بالبشاميل خلصت. هحطها دلوقتي فرن البوتاجاز، بس قبل ما احطها في فرن البوتاجاز هحط تحتيها صينيه او صاجه لانها بتطرطش، وهحطها على درجه حراره 375 وهتقعد ما بين 40 ل 45 دقيقه لغايه لما تستوي، ونرجع نشوفها لما تستوي هيبقى شكلها ازاي. طلعت صينيه البشاميل من الفرن، اخدت تقريبا 45 دقيقه على درجه حراره 375. هنسيبها لما تبرد خالص وبعد كده نقطعها. ده شكل المسقعه بالبشاميل، زي ما انتم شايفين بتطلع جميله جدا وطعمها حلو قوي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.